إزوران انتغيث ذا سدي ومنزو ذو مينو انتسنا ثمازيخ انتفار تنتفار الموشن راديو رقت زيوم ذي ثورة النغني قشت خرس النغني وسدينهم إزوران انتغيث إزوران انتغيث سدي من ينسوار خثوسنا تسكلا ثمازيخ سدي موسان ذي ريدا بدي غواص مضلان ومزقون من اليوم العالمي للمسرح مامش نستنى مزقوني جان ذبا بس نزوري ويني قبل الفنون مش نسقى نستعرف وباللي نطس الزينغ يمسح السات مسح السات مش راديو نازون السن مامش يقعدوا مزقون ذي عريف وما دينش نقول انت قنا مزقون سويا نسنوجي ود أسا يجو حضري وميقان نعيم أزقواق انت ذا محضري الجميع عن نسروان شعب الدراسة العربية ويتقمزقون وانت المدير جن مركز وميقان المركز تكوين وتنشيط ثقافي ذي الدريوش ما مش يجا ذي الجمعية وميقان جمعية امدوكر نسيني ذو مزقون ذي الدريوش مامش كين غايري كين غدياد في محمد فارسي جان داروني غد الكاتب انا غسيور شوي في مزقون تنس ماركس ذي عريف زقجنا غار ثموات ماشا غار عريف انا غسيور شوي خد اللي ساوني تا مامش كين غربدا ومثنا مصطفى الورغي ذي بروكسيل تكنيك أسدية ونتا رقت زيك ثومة نعمان ذنوجي خوص دي إزوران تيغيث صحية نشد الشم إزين شارك المهرجان مسرح الأمازيغي نقام مسرحية آريميد إزين قد جولة ذي عارفة من إكمال نقام مسرحية ميمين الشين نقام مسرحية وقن غينوما يعني العديد من الأعمال يعني ذي ديار التلفزة أو ذي إني بار ولكن ديار ومزقون ونخدم خجن العرض خجن العرض مسرحية بروسيون قانص نشد نتاث يسول بعدا خيار ومزقون ذي عارف المعاناة ذي زي تعانى خل المعاناة ثينا زمان قصير ما انت المشاكل التفنق ميت عزومة كميش المسرحية عن نيبون اللي تيكست يتسمى مغاوم شنقود انتارينا ونيبون الممثل ينما غاوم يوضن مارا غاس اللاج يتسمى نيمزيان نيمقران تيمغارين يايزن سيوران شوي خمانوي انا السيناعين بالنسبة يمخون بارين تازي مزقولة يعني ديالو مزقون دب بالخصوص سيور اكليم دريوش بحكم انه نشين تشتغل غالبا يعني دي اكليم دريوش بالنسبة للقاعات يعني باش تفدي موشان المسرح نشين داير اكليم نفتقد هي موشان يعني ماني مثلا وقع بقاعة المسرح طم قرانت جان تشتغل دي دار الشباب زادي ميدار وخوي الناظم المركز دي دريوش يعني دي السنة يلا مشي عظم الابواب الناس ذينا ذي مخون بردين زورين تاف أبار مثلا من طرح أنزار يوذاني جيتارين المسرح غاخ الكتاب يعني غاس النصوص مسرحية مغانت نفتخر أنه كاين غاخ ذنتت ولكن يعني باش تشتيز مسرحية الطبق ذواتي ميت غثيرة لأنه شين تفتكر دي موشن دي غثيرة على المسرحية يعني ذينا ذي مخنبر أما بالنسبة للممثلين ظلي زوج ثومة سليمان غاخ المشكل وانتي في بول عنصر نسوي وانتي في بوث مغارين يخطيح نجيرين الطاس بحكم انه شي تعيش جيج المنطقة يعني عاد شي حاجة المحافظة عاد تحفظ غاخ ثنين نمال ثلاثة تحرمين زي سنتين تشتغل دي جميع يعني العروض المسرحية ينخدم بحكم انه يعني ذي المشكلة العقلية انه مزقون ذي يعرف وذين عادة اصلا تحافظ انه يجيس وزما تيجي طراحة دي مثلا مزقون ميخد قاعد شنجي لصين تقدم شن عرض مسرح وازعم هذا المشكلة تغيت جان تسمى التسقوة ميسي السبعينة الثمانينة التسعينة تبدأ يجي المشكلة خمين تسوار خل المسرح ذي يعرف وخيت هو شوي يدور انت التس نسمتنا غيت قلنا مزقون يتقن سيني قوسين قرا مشاعاد ما مش جو ما مش جو سقوا مش عادينا مخمبره
يعني عاد لين التص لي بارير ما عند رايا يزد ثم غير ما عند ذيك المسرح دي عارف ومن خوم قاني وذان يتسمى ومن تغط كمان مول المسرح ما قانا ومن وذان منا منا ثبوا ريايا ما بعد ما ومي منا وياك منا ويواجبون ندري وش واجبون عارف تقلنا المسرح مي تغوم قان الشعب يتسمى وذان فاميليا مي تقام شي نازون كل المسرح قد ناوي نقل خشية بس سركراسة نيت من المدرسة جو سيبا ما يغاث يرام المسرح ما يغاث داربهم ما غاهم شين تمنية زي غاث سيغاث نبوق هذي يوزي غاث سير كل عام زي جو سيبا ما مشي وذن تغا خاهم غاهم غزان خميت سنتقام شي نازون كل المسرح مثلا دي دريوش نغذي ميدان نغذي شنو مشينا مودي شنو كامبو دي ديعري تيوران خشوي خمانا يعني بالنسبة يوذان أخ ثومة سليمان يوذان بالخصوص يعني العائلة نفس العائلة تأمن ومزقون يعني تأمن بأنه مزقون ديجن حاس طابة تصنح وجه دي بنام طابة أنه ذي تكفيك في النس ذا مزوالو أنه مش غير قدي السيور لأنه مزقون وثن قابو الخشب وثن قابو أنه تحت قاعدة تقدمه يجن مصراحية أنا خد قدمت صن العرض وإنما مزقون لم زوا أنه يبنى بنادم بش هذي تكك في النس ذي أي ذي أي مجال راضي ثغورية لأنه ذي مثلا تفهم حظا ويكيم بو مزقون وينظر كبوز مزقون تفهم مثلا رخويا مزقون أستاذ نسي رخويا مثلا تسي نعيم رخويا مزقون صغورة هذه المدارس مارة ذي الابتدائي جروبا صغارة ديجن المادة ما عنده يونان أتفضل غاس القدرة كومينيكاسيو ومصور أتفضل وايد صحي أتفضل غاس القوة ما يواجه يتسمى يوضن نغني ذي الخدمات نخشان بروبليم يتسمى وغاس بول مشكل وايد غيمي بو من عز دقيق فلس واش تواليد نشين عذواني ويد غامانا ويغا يوضن يروميا نغم دقان يولان تعيشنا مودير ما ممش غزان غاو ذا النقطة يجا خنسور تصور ثومة سليمان أنه نشين أمزقون ونسنيث أنه يعني العروض وتقدمت ظن العروض وإنما انتظ تغريض أنه تبني الثقة دي بنادم تبني الدايس أنه مش غير قدي دي كومينيكي غير وذان مش غير قدي دي قدم عرضة دي بريزونتا شان حاجة مثلا إن شاء الله عرض دي المدرسة دي بريزونتا مثلا شان العمل نسي قدميث شان نسنس مثلا يوراث مشري قالت بريزونتا يوذان مني الصغار ثم زقون نشين ذا ذي ميضاء ما مزوالو أنه كان شي وذان إيوا كاينين كيما فاك الشغر وها إينين إيوا كو في من غيدين كتبنا تقلو مصرح وها لأنه يعني جان تقلو مش تنيز جان طاولة نسلسة كتدير مؤسسات تقع يعني أنشطة داخل مثلا الثانوية سني أن نوفى أنه نشين ذا بحكم أنه الإقليم ولا سبو جو سبو مدرسة تكون مزقون نضطر انه نفغ بارا ان قاعد غيعرض تخسن الشينا نروح باش نرجع مزقون الاوينيه تاع يناظم شنيخ على الصعيد الاقليم يناظم المركز التكوين التنشيط الثقافي اذا جات تكوين يعني المسرح انه ينستقر كماده انه ماده سكار دايس انه مش بنادم هذه بنا الثقه ديك في الناس هذه بنا الشخصيه الجديد جديد وذيس يعني اللي برونش الكتابة وحسن اللي برونش الإخراج وحسن سيورا نقشوي خل المركزة واش دا شين وذا نغرين المسرح مثلا دي عربة دي المعهد العالي للمسرح والتنشيط الثقافي ويكوم يتنشط الفضاء أو ميقان المركز تكوين والتنشيط الثقافي دي الدريوش المركز زوانيتات زي تسير الإدارة العمد الضعيفي كي دي سوار نتوما تسوليمان بحكم أنه نشزي خريجين الأكاديمية المسرح دي عربات و غارك بروفيسيونال دارتيست و ذا مزوالو يعني ذي الإقليم ذي الإقليم ذي الإقليم يجي يحصلن كاف بروفيسيونال دارتيست بالنسبة لبرونش دين أساتيدا يعني مكونين زي المعهد العالي التنشيط الثقافي يعني هيك صغارا المسرح لم ناحية الإخراج لم ناحية الكتابة لم ناحية إعداد الممثلين يعني مش غير نعدي جن لاكتور غير كنضمن عرض مسرحي يعني ديني ودام الاساتذه بروفيسيونال تخصص نسن الاجازات نسن ديال الدوميناوني او تسن تيعربت صغرا كني وديني غير مشني غير قاين ديال الناضو انا قاين ديال مندوبيه الثقافه انا ما يتجاني ودانا يتسمى قاين ديال مندوبيه قاين ديال مندوبيه الثقافه ديال جهه الشرق يعني ديني صا تسن تسيت ورد سيه نغني خميت تقمشها فورماسيون ديني دي المركز نغني مش تقدم لي فورماسيون تيرين مثلا النهار تيرين النظاري وهي يعني انه اثنين الحصص تيرين
مسلسل كانشين ديال الكتابة الطغري أم المدارس يعني أم أحمد قاض المواد عادية يعني تيري كتابية ذين التطبيقية يزيد جهة مكلف يعني أنه إعداد الممثل خدم خطكوين الممثل ذين بالنسبة للإخراج كاين لي فورماسيون يعني أنه الأسيدي تسند مثلا زبارة تسند على حسب اثنين ثلاثة ثلاثين دي سيمانة الخو غاو مدين شي محضان شي نقودان عزونا دقل المسرح يتسمى ذي المركز مش حردين غاو منو وما دايسني وثمان وثمين سيوران خشوي خي وذان خو يتجن خو رخو قد قاين دي كنشان شحاج ويودان يتجن ذي المركز المركز هو يخص بوس مسرح وإنما يجمع معرة من يتجن ذي الفن بصفة عامة وإنما ذي مزقون غان تقريبا 27 منخرط في صنف يعني الشباب زي 18 سنج غان بالنسبه للاطفال 46 طفل كان المسرح في بناء الشخصيه يعني لانه ذي المسرح نقارص المسرح مزيان يعني مسرح الطفل ومسرح الطفل نطمزي وحجاب مزيان نطمزي نطمزي ومخلط جاء مثلا حرامين دي حرام من الشباب ويوذان يعني مغان ديال لاج لانه يوذان على 52 سنه تصديق ايالو مزقون مهم مهم برافو عليكم قد خدم زعما ميدوم غير اكنيو نجي كي جو غنيج وشغاو ندور سمين زين اور بزيره نغزان اغنيج اذا نغدي خذا مصطفى الورغيسي بروكسيل وشغاو ندور